ووقعت الحبات الأخرى على الأرض الطيبة فارتفعت ونمت وأثمرت. حديقة الرحمة تزرع بأواصر اللحمة. البابا فرانسيس البابا الإنسان يزرع في حديقة الرحمة أواصر اللحمة بين من تقطعت بهم سبل العيش الكريم ليحصدوا ثمار التزامهم. إنه الأب الأقدس الذي يحمل الشرق في صلاته كلما هبت النسمات في ثنايا هذه البسيطة الفانية، فأراد أن يترجم هذه الصلاة بعمل الرحمة على أرض الواقع المعاش، فخصص المنح المقدمة إلى جناح الكرسي الرسولي في معرض إكسبو ميلانو 2015 للاجئين العراقيين في الأردن. فقامت السفارة البابوية في عمان هذا العام في 12 من أيار الماضي بالتعاون مع جمعية الكاريتاس الأردنية ومطرانية اللاتين بترجمة دعم البابا من خلال إقامة حديقة الرحمة في مركز سيدة السلام بهدف إعادة الكرامة الإنسانية للمهجر والنازح العراقي المقيم في الأردن، وكذلك لتقديم المساعدة لبعض العائلات من المواطنين الأردنيين. هذا وقد انطلق المشروع في الذكرى السنوية الثالثة لانتخاب قداسة البابا فرانسيس في كنيسة سيدة السلام في عمان، وكان قد أقيم قداس حبري وقتها ترأسه البطريرك فؤاد طوال، وشارك فيه السفير البابوي لدى الأردن المطران ألبرتو أورتيغا مارتن والمفوض البابوي الخاص للمونسنيور سيكونتو تيغانو أمين عام المجلس البابوي قلب واحد، وعدد من الأساقفة والكهنة الكاثوليك ورؤساء ممثلو الكنائس في الأردن والسفراء ورسميون دينيون ومدنيون ورهبان وراهبات وفرق الشبيبة والكشافة وأعضاء مراكز الكاريتاس الأردنية. ونستعرض هنا أهم التصريحات التي صدرت عن السلطة الكنسية وجمعية الكاريتاس بخصوص مشروع حديقة الرحمة، حيث قال السفير البابوي في الأردن ألبرتو أورتيغا مارتن كلمة شكر فيها جميع الذين عملوا على نجاح المشروع وأشاد بدور البابا بإقامة هذه الحديقة. كما صرح في هذا الإطار آملاً أن تكون حديقة الرحمة مكاناً للحوار واللقاء بين الناس ذوي الانتماءات الدينية المختلفة. أما موفد قداسة البابا المونسنيور سيكوندو تيغانو مونوز الأمين العام للمجلس البابوي قلب واحد، فقد صرح عندما حضر افتتاح حديقة الرحمة قائلاً إن هذه المبادرة هي ثمرة العناية الأبوية لقداسة البابا فرانسيس بالمجروحين، إنني أجلب معي بفرح بركات البابا الحبيب الذين تدركون أن له مكاناً خاصاً في قلب كل واحد منكم، وأود أن أعبر عن صادق تقديري وعرفاني للدور الذي لعبته الكنيسة في عمان في تقديم الأرض التي قام المشروع عليها. وقال البطريرك فؤاد طوال وقتها في كلمة ألقاها: جئنا في هذا المساء نشكر الرب على رسالة المحبة والسلام التي يغوصها الأب الأقدس فرانسيس في حقول العالم كله، يطلب من العالم أن نشاركه في زراعة الرحمة والتضامن بين البشر. جئنا نقول للرب إله الرحمة شكرا بمناسبة ذكرى 3 سنوات من حبرية البابا، بابا التواضع، بابا الخدمة، بابا الرعاية على مثال الراعي الصالح. شكرا على الزرع الطيب الذي قام به ولا زال يقوم في كل حقول العالم، وشكرا أيضا أخيرا على زيارته الأخيرة للأردن قبل عامين. نشكر قداسة البابا على وجه الخصوص اليوم لأنه قدم لنا مشروعاً جديداً في تربة هذا المركز، مركز سيدة السلام، هو مركز شفاء، مركز محبة، مركز رياضات روحية، مركز صلاة. كما عبر عن تقديره للمونسنيور سيكوندو تيغانو موينز الذي جاء خصيصاً من الفاتيكان ليترأس افتتاح حديقة الرحمة تحت إشراف كاريتاس الأردن: إنه لخدمة الفقراء والمحتاجين ولخدمة المهجرين من العراق الذين جاءوا إلينا. It is a joy for me to be here with you today and to give thanks to God to the realization of this meaningful initiative aimed to restore the dignity of our brothers and sisters who were displaced due to violence and wars.
ومدير الكاريتاس الأردنية السيد وائل سليمان صرح للنورسات قائلا: وكان الفكرة هو إيجاد فرصة عمل لحياة كريمة لعدد من الأخوة العراقيين. اليوم نحكي عدد لأنه نحن عم نتخطى عدد 10,000 شخص وصل خلال السنتين من الأخوة العراقية. المشاريع الإنتاجية كل مشروع رح يستهدف 30 عائلة رح تستفيد من هذا المشروع. حديقة الرحمة بلشت الفكرة بمشاريع إنتاجية. مركز سيدة السلام مشكورين قدموا قطعة الأرض اللي قدرنا نبدأ المشروع فيها. اليوم في معمل للأثاث اللي هو معد من الريسايكلينج من المواد الطبليات الغير مستخدمة، تم تحويلها لمشروع إنتاج العفش خشب. رح نتوجه لمبدئيا خلال شهرين رح يتم افتتاح 3 مشاريع، يعني كلها مشاريع بتهدف لدعم إخوتنا العراقيين وتثبيت وجودهم بالشرق من خلال أعمال بسيطة لكن تقدر تعيشهم بكرامة خلال وجودهم بهالفترة بالأردن. وفي لقاء خاص مع السيد يزن مجج تحدث لقناة نورسات الأردن عن أهداف المشروع. مشروع حديقة الرحمة في سيدة سلام دير سيدة سلام هو بكورة هذه المشاريع، وركزنا على استخدام الموجود، فأخذنا الكرفانات التي كانوا يقطنون فيها لفترة معينة، وأخذنا هذه قطعة الأرض حوالي 10,000 متر مربع من الكنيسة ومن الدير، وبهدف تشغيلها إنشائها وتشغيلها لفائدة أكيد العراقيين وأيضا المهمشين اقتصاديا واجتماعيا من الأردنيين وغيرهم. اجتماع المحبة والرحمة في هذا الموقع هو إن شاء الله بحط نموذج ونتأمل إنه إحنا ننجح فيه ونتأمل إنه غيرنا يقل. استفادينا طبعا أكيد استفادينا كثير بهذا العمل الرائع الذي نقدمه نحن المهجرين العراقيين الساكنين هون في الأردن. أكيد نشكر كل من ساعدنا على هذا العمل، بس عطونا فرصة وفرصة ثمينة الكاريتاس بتوفير هذا المكان لنا لننتج ونطور مهاراتنا. نحن كعراقيين مش كلنا في لنا خبرة بالنجارة، بس جابوا لنا مدربين أخصاء وظلوا معانا لفترة معينة. من هنا من أمام حديقة الرحمة نقف أمام الأشجار التي غرست قبل أكثر من شهرين وقد علت تغاريد العصافير حولها، نشيد سلام وبارقة أمل رحمة.